باشا. ازيك يا شنبيه؟ ازيك يا باشا؟ اتفضل سعادتك، ده الملف اهو. خليك واقف يلا. ده تبع ايه يالا؟ مش تبع حاجه يا باشا. ولما انت مش تبع حاجه راح امك بتوزع منشورات على زمايلك ليه؟ لا والله يا باشا مش منشورات ولا حاجه، انا في الجامعه بس. هو في سوء تفاهم يا سياده العقيد بعد اذنك، وبعدين انا حققت معاه وهبقى اكتب لسعادتك تقرير. يا سعيد امرك يا باشا. خد يا ادم من الحجز دلوقتي لغايه لما تخلص له اجراءات الخروج. حاضر يا فندم. ولا امك اسمها ايه؟ نعم انا سالت. صبر يا باشا، صبر ابراهيم عفيف. ماشي يا ابن صبره.